من جديد أهلا بكم. فتحت السلطات المصرية اليوم بوابات معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة أمام المسافرين الفلسطينيين والحالات الإنسانية وفي كلا الاتجاهين لمدة 3 أيام على التوالي. قال مدير هيئة المعابر والحدود بقطاع غزة ماهر أبو صبحة أن آلاف المسافرين بدأوا منذ ساعات الصباح الأولى التوجه إلى معبر رفح للسفر خارج القطاع، فيما ينتظر دخول مئات العالقين إلى غزة من الجانب المصري. وفتحت السلطات المصرية المعبر في نهاية مايو الماضي 3 أيام باتجاه واحد لدخول نحو 2000 عالق إلى قطاع غزة في محاولة للتخفيف من آثار الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2006.